لحساب المباراة الودية الثانية والأخيرة في تربص الطوغو، تمكن المنتخب الوطني الجزائري من الفوز على نظيره البوراندي برباعية نظيفة. مهرجان أهداف المنتخب الوطني الجزائري تداول على تسجيلها كل من بغداد بونجاح، رياض محرز، ليضيف في الشوط الثاني كل من إسلام سليماني ومحمد الأمين عمورة هدفا لكل منهما. جمال بالماضي والذي حدد معالم التشكيلة التي ستدخل المباراة الأولى أمام منتخب أنغولا في 15 من شهر جانفي. في حراسة المرمى سيكون موندريا حارسا لعارين المنتخب الوطني الجزائري، أما في خط الدفاع فسيتكون من الرباعي عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، يوسف عطال وآيت نوري. أما في خط وسط الميدان الذي سيقوده كل من الرقاص إسماعيل بن نصر والمحارب بن طالب، أما في تحريك الهجوم فسيكون الدور على سفيان فيغولية. خط هجوم الخضر على الجهة اليمنى سيقوده رياض محرز، أما من الجهة اليسرى لم يظهر بين يوسف بليلي وفارس شعيبي، أما في مركز رأس حربة فالقرار لم يظهر بين إسلام سليماني أو بغداد بونجاح. إذن ساعة الحسم قد دقت ولحظة السفر قد حانت، والجميع يترقب ويشجع ويتمنى عودة المنتخب الوطني الجزائري بالتاج القاري. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.